الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فمن الفروع أجمع أهل العلم على أن قول الصحابي رضي الله عنه لا يكون حجة إن ثبتت معارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول فرع، وجعلناه في أكبر العلماء على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في الصحابي على علو منزلته وكبر قدره، فلا يكون قوله حجة إن عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله عليكم بغيره ممن هو دونه في الإمامة والعلم؟ لا جرم أنه لا يكون قوله حجة من باب أولى. فكل قول ثبت عن صحابي وثبت أنه خالف به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبدا لا يكون حجة ولا يعتمد، بل الواجب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم الصحابة أو ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، لا ماذا أجبتم فلانا وفلانا من الصحابة أو الآئمة أو الناس. ولذلك فنحن لا نأخذ بقول ابن مسعود الصحابي الفقيه الجليل رضي الله عنه في عدم ارتفاع الحدث الأكبر بالتيمم إذا فقد الجنب الماء. فابن مسعود يقول التيمم ينفع في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ما ينفع فيه التيمم، بل يبقى لا يصلي حتى يجد الماء. هل نأخذ بهذا القول؟ الجواب لا. ما الذي يجعلنا لا نقبله؟ مع عظيم التقدير والاحترام لابن مسعود سيأتينا قاعدة أن رد قول العالم لمخالفته للنص لا يسوغ انتقاصه، سيأتينا إن شاء الله. فهمتم هذا؟ الذي يجعلنا لا نأخذ بقوله هو أن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والملامسة هي الجماع. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجنبت، أجنبت حدث أكبر الآن موجود، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هذا قياس، ولكنه طبعا قياس باطل لأنه في مصادمة النص، لأنه رأى أن الجنب يعمم بدنه بالماء لترتفع جنابته، فرأى أن البدل صفته كصفة الأصل، وأنتم تعرفون أن البدل له حكم المبدل في أحكامه لا في صفته. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. كيف نأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه مع معارضته لهذا؟ وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عفوا، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. فمع خضم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في دلالتها لا ينبغي لنا أن نقدم عليها قولا ابن مسعود حتى وإن كان صحابيا جليلا له في قلبنا أعظم المحبة وأعظم التقدير، إلا أن احترام العالم شيء والأخذ بأقواله شيء، فلا يجوز لنا أن يحملنا تعظيمه وحبه على الأخذ بقوله المخالف، كما أنه لا يجوز لنا أن نجعل ردنا لقوله المخالف سبيلا لانتقاصه أو ازدرائه. هذا هو ما ندين الله عز وجل به. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في أول الأمر كان يرى ما يراه ابن مسعود، ولذلك في تلك السفرة أو في ذلك البعث بعث عمارا وعمر،
فأجنب في ليلة واحدة. فأما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، وأما عمر فبقي أياما لا يصلي، لأن ما يرى أن الحدث الأكبر ينفع فيه التيمم. لكن ورد عن عمر أنه رجع عن هذا القول في آخر الأمر، وأما ابن مسعود فلم يثبت رجوعه، ولذلك نسبت القول لابن مسعود. ومن احترام عمار وتعظيمه لعمر أن عمارا كان يحدث الصحابة بهذا الحديث، فنما إلى علم عمر في خلافته أن عمارا يحدث عنه وعن أمير المؤمنين عمر بأنهم حصل لهم كذا وكذا. فعمر مع تطاول السنين نسي القضية، فدعا عمارا فقال: متى جرى ذلك؟ فقال: أولا تذكر يا أمير المؤمنين لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وحصل كذا وكذا إلى آخر الحديث؟ قال: لا. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به فلا أحدث. قال: لا، بل حدث وتحمل ما تحملت. فبعد ذلك حذف اسم عمر من الحديث وقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذه البعثة كان فيها عمر وعمار. أنتم معي؟ فإذا نحن لا نقبل قبل ابن مسعود في هذا أبدا. لماذا؟ لثبوت مخالفته للنص الصحيح الصريح.